افرح. فرحت لك ايه في ايه؟ مش للدرجه دي، بس هي حاجه ان شاء الله هتبقى مفيده وحلوه للكل. What do you mean about this؟ اللي اقصده هو انت واحد عايز يتعلم الريتاتش بس مش مصور زي كده. انا مش مصور بس بحب اشتغل في الريتاتش وبحب اعمل شغل ريتاتش، وانت كمان كده او لسه، او انت مصور اصلا بس لسه عايز تتدرب قبل ما تنزل سيشنز وتبتدي تصور، فكأنك بتتفاجئ يوم السيشن، فدي حاجة هتبقى مشكلة كبيرة يعني. فبتبقى عايز تتدرب على صور زي الصور اللي انت بتشوفها على الفيس كده، وكل واحد بيصور الموديل وينزل الصورة، فانت بتبقى عايز صور زي الصور دي، ومش اغلب المصورين بينزلوا الصور الاصلية. تمام يا سيدي. المفاجأة هي اللي انا قلت عليها دايما بقى لي يومين على بقول عليها على الفيس، وكمان مش عارف قلت عليها في فيديو بصراحة قبل كده ولا لا، بس اوكي. وهو ان شاء الله ان انا اتفقت مع، ولسه يعني الاتفاق بيكمل يعني، بنتفق مع مجموعة مصورين ان كل واحد فيهم هيمدنا بصور عشان نعمل بيهم مجموعة فايل كبير جدا، صور فوتوغرافية من غير اي شغل يعني، اصلية من غير اي شغل، كل اللي عليها هو لوجو المصور، عشانك انت، عشان تتدرب عليها وتتدرب على الشغل بتاعك وتجرب عليها فلاترك الجديدة والافكتات الجديدة اللي انت اتعلمتها وكل ده. فهي حاجتين بس اللي عايزينها منك، هو ان شاء الله توصل الفيديو ده ل 200 لايك، وباذن الله مجموعه الصور دي كلها باذن الله هتنزل كامله لما القناه تكمل 25000 مشترك باذن الله. فانت كل اللي عليك تعمله هو ان انت توصل القناه ل 25000 مشترك، شير بقى، تقول لصاحبك، تقول مش عارف يعني، توصل ان شاء الله توصل يعني. وهتبقى هي دي ان شاء الله، هي دي المفاجاه اللي انا بقول عليها على الفيس بقى لي كام يوم، وهي مجموعه صور من غير اي ريتاتش، من غير اديت، صور اصليه من الكاميرا على الكمبيوتر على طول، عشانك انت تتدرب عليها، وعشان برضه انا ممكن استخدمها في الدروس دي، تبقى فكره حلوه جدا على فكره. فان شاء الله لو عجبك الفيديو توصله ل 200 لايك، والقناه ان شاء الله توصل 25000 مشترك. شكرا لل 24000 المشتركين في القناه، وشكرا لكلامهم الجميل، وباذن الله مش هننسى حد طبعا من المصورين في الشكر، كل واحد اسمه هيتذكر وصفحاته على الفيس هتظهر، عشان الناس دي ساعدت ناس كتير وهتساعدك انت عشان تستخدم الصور اللي انت عايزها وتعمل ريتاتش من غير ما تطلب من حد صور او كده، لا دي حاجه انت محملها بنفسك وهتبقى مجموعه باذن الله. السلام عليكم.